إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية جديدة بإذن الله. سأقدم وصفة طبيعية لإخفاء الشيب باللون البني وصباغة الشعر أيضا باللون البني اللامع، وصفة طبيعية وبدون مواد كيماوية. فإذا كنت تعانين من الشيب المبكر وتعبت من صباغة شعرك بالصبغة الكيماوية التي تضر بالشعر وبفروة الرأس، فأنصحك بهذه الوصفة الطبيعية والسهلة والبسيطة، ومكوناتها متوفرة عند الجميع. هذه الوصفة أيضا تعطي لمعان وصحة لشعرك المتقصف. لن أطيل أكثر، ما تحتاجونه لصنع هذه الوصفة مكونين فقط لا غير. نحتاج إلى القهوة سريعة الذوبان، أنا سوف أستعمل نسكافي، يمكنكم استعمال أي نوع أو أي قهوة أخرى تكون سريعة الذوبان. وسوف نحتاج إلى أصفر بيضة، نأخذ بيضة وسوف نأخذ فقط الأصفر، لن نحتاج أبيض البيض. وطبعا يمكنكم مضاعفة الكمية، الكمية التي سوف أعطيكم هي طبعا للشعر القصير، يمكنكم مضاعفة الكمية حسب كثافة وطول الشعر. على بركة الله نقوم بتحضير الوصفة. إذا حصلنا على أصفر البيض، ثم سوف نضيف ملعقة من نسكافيه، طبعا ملعقة كبيرة، ويمكنكم كما قلت مضاعفة الكمية. إذا وضعتم أصفرين من البيض يمكنكم إضافة ملعقتين من القهوة سريعة الذوبان، ثم نقوم بخلطها جيدا حتى تمتزج وتذوب القهوة في أصفر البيض. طبعا كما لاحظتم أصبح بهذا الشكل بعد خلطها جيدا، يجب أن تتركوها مدة 10 دقائق حتى تذوب أكثر وأكثر مع أصفر البيض. طبعا لا ضروري هذه العملية، أي أن تتركوها 10 دقائق قبل الاستعمال. الآن طريقة الاستعمال لهذه الوصفة، يجب أن يكون الشعر جاف أي غير مبلل، وتوزع على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتقومون بجمع الشعر على شكل كعكة وتتركونها تجف، ولا تضعوا أي شيء على الرأس، أي بلاستيك أو ما شابه، لا شيء، يجب تركها بدون غطاء على الرأس. وهذا هو السر في هذه الوصفة، يجب أن تجف هذه الوصفة على كل خصلات الشعر، ويجب أن تتركوها مدة 2 إلى 3 ساعات، بعدها تغسلونها بالماء الفاتر والشامبو العادي الذي تستعملونه. إذا كان شعرك غير قاتم فسوف تحصلين على شعر بني من الاستعمال الأول، أما إذا كان لون شعرك أسود قاتم ستلاحظين التغيير في لونه مائل إلى البني. في هذه الحالة يجب المداومة عدة مرات حتى تحصلين على لون بني ذهبي جميل. وكلما كررت هذه الوصفة
كلما حصلت على لون رائع وجذاب صدقوني هذه الوصفة رائعة جدا، كما أنها تغذي الشعر، صالحة أيضا للشعر التالف المتقصف، رائعة جدا وأنصح بها كل الفتيات وخاصة العرائس المقبلات على الزواج لتحصلي على لون بني ذهبي رائع. أتمنى أن تعجبكم الوصفة، إذا أعجبتكم لا تنسوا لايك لمزيد من التشجيع وشير، تشاركوا الفيديو عبر الواتساب وكذلك الميسنجر وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأتمنى الكل يستفيد من هذه الوصفات التي أقدم. في النهاية نحن نتشارك ما نعرف لكي تعم الفائدة، وإلى اللقاء في فيديو لاحق بإذن الله.